ضابط مخابرات مصري ينشر مفاجأة عن حرب أكتوبر يكشف عن إجراء عسكري حاسم قاد إلى النصر على العدو. وللأسف في خبر هز مصر استشهاد ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية ننشر التفاصيل. وحماس تصدر بيانا عاجلا حول اللقاء مع وزير المخابرات المصرية. وعاجل مصر تعلن عن قانون لمعاقبة العمد والمشايخ. وبيان عاجل من الجيش المصري يكشف عن استخدام الذخيرة الحية في أضخم تدريبات عسكرية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 1000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وضابط مخابرات مصر ينشر مفاجأة عن حرب اكتوبر يكشف عن اجراء عسكري حاسم قاد الى النصر. كشف ضابط مصري عمل في غرفة عمليات المخابرات العامة المصرية اثناء حرب 6 اكتوبر ان توافر المعلومات الدقيقة عن العدو امام القيادة السياسية وعنصر المفاجأة كان اهم عوامل النصر. وقال اللواء محمد رشاد ضابط غرفة عمليات المخابرات العامة في 6 اكتوبر في تصريح خاص لصحيفة RT ان جهاز المخابرات العامة وضع كل المعلومات الدقيقة امام القيادة السياسية عن العدو والقوات الموجودة شرق قناة السويس، وكانت تلك المعلومات حصيلة جهد ممتد استمر لسنوات، حيث كانت المخابرات العامة تعمل على هدفين مهمين: إجهاض أي محاولة تجسس يقوم بها العدو الصهيوني، وبالفعل تم القبض على عدد من الجواسيس أبرزهم هبة سليم التي كانت واحدة من أخطر مصادر المعلومات بالنسبة للكيان الصهيوني، وتم استخراجها من فرنسا إلى ليبيا ثم القبض عليها وترحيلها لمصر. وأضاف رشاد الهدف الثاني: توفير المعلومات الدقيقة عن قدرات العدو العسكرية والاقتصادية أمام القيادة السياسية لاتخاذ القرار السياسي والعسكري المناسب، وهو ما نجح فيه جهاز المخابرات العامة باقتداره. كان نتيجته تحقيق النصر الحاسم في 6 ساعات وتقليل خسائر الجيش المصري لأقصى حد ممكن. رشاد تابع أن الخطة العسكرية كانت تنصب أساسا على أن يقوم الجيش المصري بعبور القناة وتحطيم خط بارليف والوصول لمسافة 15 كيلو داخل عمق سيناء، حتى تكون القوات المصرية تحت مظلة حائط الصواريخ، لأننا نعلم أن قدرات العدو الصهيوني قوية بالنسبة للقوات الجوية، حيث يتمتع بتفوق كبير في هذا المضمار. وكشف اللواء محمد رشاد النقاب عن أن موعد ساعة الصفر كان 6 مساء 6 أكتوبر، لكن الجانب السوري طلب في اللحظات الأخيرة تقديمها للساعة 2 ظهرا. واختتم رشاد تصريحاته بالقول: بعد كل السنوات من حرب اكتوبر التي كسرنا فيه الغرور للكيان الصهيوني، اطمأن المصريين على قضية بالغة الخطورة والأهمية بالنسبة لحياة المصريين، وهي قضية سد النهضة. أضاف أن القيادة المصرية تعلم أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية وجود، وأن الجيش المصري وخلفه جهاز المخابرات العامة الذي لم يخذل المصريين في حرب اكتوبر لن يخذل في قضية سد النهضة. وتحتفل مصر كل يوم 6 اكتوبر بذكرى الانتصار على الكيان الصهيوني في 73. مصدر معانا كان من RT، الواحد فرح لما لقى التصريح العظيم ده ان الجيش المصري وخلفه المخابرات العامة المصرية، يعني مش هيسيبوا المصريين ومش هيخذلوه في قضية سد النهضة زي ما الجيش المصري والمخابرات العامة المصرية لم يخذلوا المصريين في 6 اكتوبر. اترك ليكم التعليق، وتحية طيبة للجيش المصري العظيم اللي حافظ على ارض سيناء ويرجعها بالحرب ثم السلام. وتحية طيبة للمخابرات العامة المصرية، لان زي ما حضراتكم عارفين ان اللي معاه المعلومة دايما سابق. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل بقى لخبر اخر، وللأسف في خبر هز مصر استشهاد ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية.
كشفت مصادر أمنية مصرية عن وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة والعمليات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية. وأوضحت المصادر الأمنية أن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة ضبط أحد العناصر الجنائية المسجلة. أسفر الاشتباك عن استشهاد ضابطين ومقتل العنصر الجنائي. وقالت المصادر أن الاشتباكات وقعت بمجرد وصول القوات، حيث فوجئ بإطلاق عير نارية من سلاح ناري كان بحوزة العنصر الإجرامي، وأن الأجهزة الأمنية نجحت في احتواء الموقف ومبادلة العنصر تبادل إطلاق النار. مصدر معانا كامل المصري اليوم، كل العزاء والمواساة لأهالي الشهداء من رجال الشرطة فيما حدث اليوم، ربنا يرحمهم ويغفر لهم بإذن الله. تعالوا ننتقل لخبر آخر معانا. وحماس تصدر بيانا عاجلا حول لقاء مع وزير المخابرات العامة المصرية حسب RT. قالت حركة حماس الفلسطينية أن وفدا بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية عقد لقاء مع وزير المخابرات العامة المصرية عباس كامل في أجواء إيجابية وتفاهم متبادل. وأوضحت الحركة أن الجانبين بحثا العديد من القضايا على مستوى التطورات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية وسبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني. وعبر وفد حماس في بيان عن تقديره لدور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني. وجرى خلال اللقاء تناول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، كما تناول اللقاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام والأسرى الإداريين بشكل خاص والمعاناة التي يمرون بها. وناقش الجانبان سبل استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد حرص الحركة وتمسكها باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام. كما بحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين حركة حماس ومصر، حيث أكد وفد قيادة الحركة حرصه على العلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء في مصر انطلاقا من التقدير لمصر والاعتراف بدورها المحوري في القضية الفلسطينية وملفات المنطقة كافة. وقدم وفد قيادة الحركة الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا ولجهاز المخابرات المصرية العامة ممثلا بسيد الوزير عباس كامل والفريق الذي يتابع العلاقة مع شعبنا وغزة. وأكد الوفد استمرار التواصل والتشاور في مختلف القضايا والتطورات. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصر تعلن عن قانون لمعاقبة العمد والمشايخ. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 78 في شأن العمد والمشايخ باعتبارهم من رجال الإدارة قائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية. نص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمد أو الشيخ إذا قصر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكاب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ وصولا إلى تكامل الأداء الأمني. مصدر معنا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل جدا من الجيش المصري يكشف عن استخدام الذخيرة الحية في أتقن تدريبات عسكرية. كشف المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ عن استخدام الذخيرة الحية في تدريبات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة. وأوضح المتحدث العسكري المصري المرحلة الختامية للتدريب تعد تتويجا لمراحل التدريب السابقة بتنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة. وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا النوع من التدريبات المشتركة يتطلب احترافية عالية من جانب الدولة المنظمة باستضافة قوات من الدول الصديقة والشقيقة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف اللغة والعقيدة القتالية ونظم التسليح، أمر يؤكد قدرة القوات المسلحة على التخطيط والتنفيذ. وواصل أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي بالصدى الذي يحققه التدريب بكل الأوساط العسكرية الدولية، أعرب عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحدا من أهم وأكبر التدريبات
التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط، وأشاد خلال المرور على مناطق وميادين التدريب بكفاءة قتالية عالية لكل العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر 100 مرة وألف مرة تحيا مصر، ربنا رب يحفظ الجيش المصري. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وثلاث شباب يسرقون شققا بطريقة ألعاب الكمبيوتر. كشفت قوات الأمن في مصر تفاصيل القبض على ثلاث لصوص بمنطقة الخليفة بالقاهرة، أعمارهم تتراوح ما بين 21 ل 26 سنة، تخصصوا في سرقة الأموال من داخل الشقق السكنية. وتبين أن المتهمين في مراحل تعليمية جامعية، وأدمنوا ألعاب الإنترنت وتكوين أرصدة بمبالغ مالية كبيرة في حساباتهم بتلك الألعاب. وعندما تعرضوا لضائقة مالية قرروا الاتجاه للسرقة، حيث قلدوا الألعاب السطوة عن طريق التسلق وقاموا بسرقة 4 شقق بالقاهرة. وفقا للتحريات، فقد حول المتهمون عوائد سرقاتهم إلى رصيد إلكتروني من خلال محل سايبر بالمنطقة، حيث دفعوا المبالغ التي سرقوها لصاحب السايبر والحصول على رصيد إلكتروني في ألعاب الإنترنت، ثم يقومون بإعادة بيعه للراغبين. وذكرت التحريات قيام 3 أشخاص وجميعهم مقيمون بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب التسلق، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث وقيامهم بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها في شراء أرصدة إلكترونية بإحدى الألعاب على شبكة الإنترنت. وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم جهاز لابتوب ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة مجهولين المصدر. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، كما أقروا بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها داخل 2 محل عن طريق تسليم المبالغ المالية المستولى عليها لمالكيهما مقابل منحهم رصيد إلكتروني بحساباتهم بإحدى ألعاب الفيديو. وتم بإرشادهم ضبط مالكي المحلين، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة القسم، كما عثر بداخل المحلين على 7 أجهزة كمبيوتر والمستخدمة في الألعاب الإلكترونية ومبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة. وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأضاف أن المبالغ المالية المضبوطة تحصل عليها من المتهمين المضبوطين وعلمهما بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة. مصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضركم وما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.